إذن بداية، الرئيس الجزائري التقى بالأمس رئيس الوزراء ورئيسة المجلس الفيدرالي ورئيس مجلس الدوما، وقبلها بروفيسور أشرف على أشغال منتدى الأعمال المشترك. هذه الحركية برأيك أي دلالات تحملها؟ وجدول الأعمال لليومين الأولين يدل على أهمية العلاقات التي يود البلدين أن يجسدها على أرضية الميدان في المستقبل. إذن الأمر ليس مرتبط فقط بعلاقات تاريخية وسياسية واقتصادية هامة سابقة، ولكن أساساً إعادة بلورة وإعطاء ميلاد لشراكة على المستوى الجيوستراتيجي ما بين بلدين كبيرين يودان أن يكونا لاعبين مهمين على الساحة الجيوستراتيجية والاقتصادية مستقبلا. طيب، حسب برنامج الزيارة بروفيسور كوبي، من المتوقع أن يلتقي الرئيسان الجزائري والروسي اليوم. هذه القمة الثنائية الأولى من نوعها، برأيكم أي مخرجات ستنتج عنها؟ مخرجات ستصب في تثمين و الإعلان عن علاقة جيوستراتيجية مهمة. إذن سيتم إبرام في اعتقادي اتفاق عالي المستوى على المستوى الجيوستراتيجي، علما بأن الجزائر قد أبدت من قبل رغبتها في الدخول إلى مجموعة البريكس، وأن روسيا قبلت وكانت من بين الدول التي رحبت بهذا الطلب نظرا للأهمية البالغة التي تود من جهة الجزائر أن تلعبها في المستقبل على المستوى البحر الأبيض المتوسط، على المستوى بالبعد الإفريقي وبالبعد العربي للجزائر أولا. ثانيا، الجزائر تعيد ترتيب البيت من الناحية الاقتصادية ووضعت برنامج مهم للإنعاش الاقتصادي. بالمقابل، روسيا تعمل على إعادة النظر في المبادئ الأساسية التي تسير العلاقات الدولية، سواء في شقها السياسي سواء في شقها الاقتصادي. خاصة السيد بوتين كان صرح في اليوم الأول للمنتدى على أن عهد الأحادية القطبية قد ولى، وأن الآن على الدول النامية أن تجسد من ناحية المؤسساتية ميلاد مؤسسات جديدة، وفي اعتقادي أن مجموعة البريكس ستتحول في القريب العاجل إلى مجموعة ببعدها السياسي وبعدها الاقتصادي أيضا. إذن هذه الدول مطالبة بأن تتحرك أكثر وأن تنعتق في المستقبل من هيمنة نظام اقتصادي مبني على الأسواق المالية، مبني على أحادية الرأي المفروض من قبل الولايات المتحدة والعالم الغربي، ومبني أيضا على منطق المضاربة التي في الكثير من الأحيان لم يلعب لصالح الدول النامية. إذن سيد بوتين كان أكد أيضا بأن الدول الغربية لم تود أن تعترف بواقع اقتصادي آخر تلعب فيه 5 دول فقط دور أكثر من مجموعة 7 دول بريكس التي تشكل أكثر من 35% من الناتج العالمي الخام وأكثر من 27% من التبادلات التجارية. إذن روسيا أيضا تود أن تكرس هذا المبدأ من خلال دور أكبر للدول النامية، وتحاول أيضا أن تتموقع في السوق الإفريقي الذي سيكون بمثابة أحسن سوق من ناحية ديناميكية النمو في المستقبل، والجزائر تعتبر البوابة الأمثل للدخول إلى السوق الإفريقي، نظرا لأن الجزائر أصلا أكبر دولة من ناحية المساحة، ولكن ليس فقط من ناحية المساحة بل من ناحية الاستقرار الأمني، من ناحية أيضا القوة العسكرية الموجودة التي تؤهلها على أن تكون لاعب أساسي من ناحية الأمنية في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. الجزائر أيضا قوة اقتصادية من ناحية إمكانياتها القاعدية، طرقات مهمة ومشاريع سكك حديدية وموانئ تؤهل الجزائر على أن تكون بوابة
اللي من ناحية اللوجستيكية للدخول إلى السوق الإفريقي. الجزائر أيضا إمكانيات ومؤهلات كبيرة من ناحية طاقوية، سواء من طاقات المتجددة أو من طاقات الأحفورية، والجزائر أيضا شباب وسواعد ومؤهلات علمية تجعل الجزائر تتصدر التصنيفات على المستوى الإفريقي. لذا فإن الشراكة ليست فقط شراكات اقتصادية أو بروتوكولات اتفاق على المستوى التقني أو العلمي، بل وحدة نظر وعمق استراتيجي سيجسد التغيرات التي يشهدها العالم بصفة عامة. وعلى ضوء هذا العمق الاستراتيجي والنظرة الموحدة، وبناء على الإمكانات التي تمتلكها الجزائر ويمتلكها أيضا الجانب الروسي في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، البروفيسور كاوبي، برأيك هذا التكامل بين البلدين كيف سيؤثر على الاقتصاد العالمي؟ اقتصاد عالمي، التكامل سيجر الاقتصاد الجزائري والروسي إلى أكثر نسب نمو. روسيا شهدت حركة جد إيجابية 10 سنوات الماضية من ناحية النمو، الأمر الذي جعل مستوى الدخل الناتج القومي الخام الروسي يتجاوز 1800 مليار دولار، وهو أمر جد إيجابي ونسبة نمو رهيبة جدا ومحترمة، جعلت أصلا الاقتصاد الروسي يقاوم العقوبات التي فرضت من قبل الدول الغربية. الجزائر أيضا تدخل سكة العودة إلى النمو من خلال تحقيق نتائج نمو لا بأس بها 4% بالنسبة للسنة الماضية، والعودة إلى توازنات إيجابية للاقتصاد. إذن احتياطي صرف لا بأس به، ومؤشرات إيجابية بالنسبة للميزان المدفوعات والميزان التجاري، والعودة إلى سكة النمو وسكة الاستثمار. إذن عملية الشراكة ما بين البلدين ستمكنان من إعطاء نسق أكبر لعملية النمو الحقيقي في البلدين. ستمكن البلدين أيضا من توحيد الرؤى حول منطق الجديد الذي يجب أن يسير سوق المحروقات. استثمارات جديدة أيضا في المحروقات الجديدة أو ما يسمى بالطاقات المتجددة، وأيضا عملية تعاون من أجل إحداث الأمن على مستوى الساحل، منطقة الساحل، وبالتالي العودة إلى نمو أكثر بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وإفريقيا بصفة عامة. إذن الأمر سيكون له تأثير كبير، وستكون دخول الجزائر أو تعاون الجزائري الروسي سيعتبر بمثابة القاطرة التي ستجر اقتصاديات أخرى إفريقية خاصة إلى إعطاء ديناميكية أكثر لاقتصادياتها وخلق أكثر نمو في المستقبل. طيب بروفيسور كاوبي، إذن على ضوء هذه زيارة رئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا، نائب وزير الخارجية الروسي قال إن هذه الزيارة إذن تعتبر حدث تاريخي وستساهم في تطوير العلاقات الودية بين البلدين. إذن برأيك هذا الاحتفاء الرسمي الروسي ماذا يعكس؟ يعكس الاحترام الكبير لدولة كبيرة. إذن من ناحية الرمزية تدشين التمثال أو النصب للأمير عبد القادر له من الرمزية بما له، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التصريح الذي بادر من وزير الأول الروسي الذي قال بأنه عملية تجسيد اتفاق ما بين دولتين كبيرتين. إذن روسيا البلد الكبير، الحضارة الكبيرة، وتعترف في الوقت الذي العديد من الدول حاولت أن تبعث الريبة وتقول بأن الجزائر دولة لم تكن موجودة أصلا، وأن المستعمر هو الذي خلق ما يسمى الآن بالجزائر. إذا الجزائر دولة بمؤسساتها، دولة باستقرارها، دولة بأمنها، دولة بأجهزتها، سواء كانت الأمنية والاقتصادية. وهذه الرمزية تبين مدى مستوى
المستقبل الذي سيكون إيجابي للغاية في الشراكة ما بين البلدين. روسيا تود أن والجزائر أيضا يودان أن تكون مستوى التعاون أعمق في المستقبل، لأن لو قيمنا التعاون السابق حقيقة أنه إيجابي على العديد من الأصعدة، سواء الأمنية، سواء من ناحية التشارك الموجود في القيم، قيم التحرر، قيم التعاون، قيم العدالة، بخلاف ما هو موجود مع المنطق الذي تود أن تفرض الولايات المتحدة والعالم الغربي. إذن اشتراك في القيم أمر مهم للغاية. تاريخ للعلاقات على أعلى مستوى، روسيا كانت من بين أول مساندين للثورة الجزائرية، وهو أمر مهم للغاية، وكانت شريك استراتيجي في عملية التموين سواء بالأسلحة وغيرها. ولكن أيضا 3 مليار دولار كنسبة كمبلغ للتبادل التجاري ما بين البلدين، حقيقة أنه يعمل لصالح روسيا، بما بمعنى أن أكثر من 2 مليار و900 مليون دولار كواردات من للجزائر من روسيا، وفقط 880 مليون دولار كصادرات للجزائر. ولكن الأمر كنت نتكلم في كل مرة على أن الأرقام تتكلم على الأمور المرتبطة بالماضي. طيب، وفي هذه النقطة بروفيسور كاوبي، ألا تعتقد أن التبادل الاقتصادي بين البلدين دون الطموحات، ألا تعتقد ذلك؟ هو دون طموحات بطبيعة الحال. 3 مليار دولار، ولما نشوف تركيبة التبادلات التي هي منحصرة على مواد ومعدات صناعية إلى حد ما، على معدات عسكرية أساسا، وعلى القليل من المواد الغذائية، حبوب وسكر الذي يصدر من الجزائر إلى روسيا، والقليل من المواد الصيدلانية. أقول بأن حجم اقتصاد البلدين يؤهل هما إلى ضرورة إعادة النظر في حجم التبادل، خاصة أن الجزائر تعمل الآن على تحويل اقتصادها، على عدم البقاء تابع لقطاع المحروقات، على تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة وفي مجال الفلاحة وفي مجال الطاقات المتجددة وفي مجال السياحي وفي مجال الفلاحي. إذن لما نشوف قانون الاستثمار، 7 ميادين التي تم تكييفها بأنها ميادين استثمار استراتيجية، كلها تفتح فرص كبيرة للتعاون ما بين البلدين. الناتج القومي الخام الروسي مشكل بنسبة 47% من القطاع الصناعي، وبنسبة 5% من القطاع الفلاحي، وأكثر من 26% من قطاع الخدمات. الأمر الذي يبين بأن فيه مؤهلات لأن يكون القطاع المنجمي والبتروكيماوي والصناعة الثقيلة وتركيب سيارات أو صناعة السيارات وصناعة المعدات والجرارات وغيرها من بين الميادين التي فيه عوامل تفضيلية تمكن من إنتاج وتجسيد شراكة جزائرية روسية على أرضية الميدان. زيد على ذلك السوق الإفريقي الذي يمكن أن يمنح فرص كبيرة جدا إن تمت فيه ترجمات استثمارات بنسبة اندماج ل40%، اللي هو النسبة التي تؤهل أي المشاريع أو المواد من أن تكون تستفيد من مزايا السوق الإفريقي. فإن الأمر يخلينا نقول بأن حتما مع كل الترتيبات التي تمت من قبل السلطات الجزائرية من أجل تكييف مناخ الاستثمار وجعله أكثر استقطاب، أعتقد جازما بأن في الأشهر القادمة والسنوات القادمة سيكون فيه حجم أكثر للتدفقات الاستثمارية الروسية، خاصة أن لروسيا احتياطي صرف لا بأس به وعائدات مالية لا بأس بها تتركها في غنى عن إيجاد تمويلات من قبل المؤسسات المالية العالمية. إذن فرص موجودة وقطاعات مؤهلاتها للاستثمار كبيرة جدا. على المتعاملين الاقتصاديين الآن لا يجب أن نبقى على مستوى البروتوكولات وعلى المستوى المؤسساتي، لأن الأمور واضحة الآن، علينا أن نمر إلى السرعة القصوى من خلال تجسيد مشاريع
شراكة على أرضية الميدان. طيب بروفيسور كاوبي، مراقبون وإعلاميون تحدثوا عن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو والتي تأتي عشية انعقاد قمة سان بيترسبورغ الاقتصادية الدولية، قالوا بأنها تأتي ضمن نظرة واقعية، هل تتفق مع هذا الظرف؟ الواقعية تتجسد في أن الظرف الحالي هو مرحلة تغيير على المستوى الجيوستراتيجي العالمي، تعددية قطبية، دور أكبر للدول النامية، ومنطق لسير دول عديدة من دول العالم الثالث إلى الدخول في العالم الجديد الذي تشكله مجموعة البريكس. نعطيك مثل سيدتي، لما نأخذ عدد الدول التي رغبت وطالبت وقدمت طلبها من أجل الدخول إلى مجموعة البريكس، وهي 19 دولة من بينها الجزائر ومصر ونيجيريا لما نتكلم على إفريقيا، وأيضا إيران والمملكة العربية السعودية لما نتكلم على هذه الدول وحجمها على المستوى الطاقوي ودورها على المستوى الجيوستراتيجي سواء بالبعد الإفريقي أو العربي أو الشرق أوسطي، فإننا نقول بأن الواقعية والبراغماتية اللي تكلم عليها السيد رئيس الجمهورية لما عرض برنامجه على الجزائريين، نعم، قال بأننا سنذهب إلى دبلوماسية واقعية براغماتية الهدف منها تثمين قدرات الجزائر. فالآن نرى على أرضية الميدان ما هو معنى هذه الواقعية. إذن إجراء تحالفات وعملية تعاون مع دول كبيرة التي ترغب من أن يكون هذا التعاون رابح، وأن يكون هذا التعاون يمر عن طريق تدفقات استثمارية وتحويل للتكنولوجيا، لأن هذا هو الطريق أو السبيل الذي يمكننا من تنويع الاقتصاد الوطني وأن ندخل في عالم اليوم الذي مرة أخرى هو عالم متعدد الأقطاب وليس عالم أحادي تفرض فيه الإمبريالية العالمية الأوامر وتتدخل في الأمور الداخلية للبلدان، بل هو عالم مبني على أيضا على التنافسية وعلى زيادة مقومات التنافس للاقتصاد الوطني. لذا فإن الواقعية ظاهرة للعيان من خلال تزامن أصلا هذه الزيارة، زيارة الدولة، مع منتدى عنوانه تغيير التوازنات وإعادة توزيع الكروت بالتوازي مع وزن الدول الحقيقي على أرضية الميدان وليس مع منطق الأسواق المالية التي في الكثير من الأحيان هي بعيدة عن احترام منطق التوازنات الواقعية. طيب، التصريحات الرسمية من الطرفين بروفيسور كاوبي أبدت بوضوح عزم الجانبين على تجديد وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، أي نتائج برأيكم ستفرزها هذه الإرادة؟ إذن اتفاق استراتيجي سيتولد عنه حتما تعاون أعمق على المستوى الأمني، منطقة الساحل أساسا ومنطقة شمال إفريقيا، على المستوى السياسي تقارب الرؤى أكثر. لما نتكلم على القضية الفلسطينية فيه تصريح للرئيس الصيني اليوم يطالب من أن تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أمر لم يكن يتبادر للعيان، لأن دور المجموعة يتبادر أكثر. على المستوى السياسي تقارب الرؤى من ناحية قضايا مشتركة على المستوى الإفريقي، قضية تحرر أصلا، ولكن قضايا لما نتكلم على الجانب السياسي فيه الشق الآخر تنموي، وإذن عملية تدفقات مالية واستثمارات ستستفيد فيها الجزائر حتما في القطاعات التي تملك فيها وتمكنت روسيا أن يكون لها تمكن على مستوى التحكم التقني والتحكم الصناعي وحتى التحكم على مستوى التسيير، وأيضا تعاون أكثر على مستوى توحيد الرؤى في خلق توازنات جديدة على مستوى الأسواق، أسواق النفط،
أيضا يمكن أن نتنبأ بميلاد مجموعة أوبك للغاز مستقبلا، لأن مع تقارب الرؤى سيعطي دور أكثر وفاعلية أكثر للمجموعة وللبلدين على مستوى هذه الأسواق، وليس فقط هيمنة منطق الأسواق العالمية والمالية والمنطق المضارباتي. الأمر الذي سينجر عنه ديناميكية أكثر من خلال تجسيد مشاريع سواء في مجال بتروكيمياء، وفيها مشاريع حيز دراسة وجدية ومشاريع مهيكلة على مستوى البنية التحتية، على مستوى القطاعات الطاقات المتجددة، نعم، المستوى الصناعي. روسيا دولة كبيرة في صناعة الفولاذ، والجزائر تود أن تعطي لهذا القطاع أهمية كبيرة، وهو في السكة الصحيحة على كل حال. لذا فإن تحرير أكثر للطاقات وتقليل أكثر للعراقيل التي شابت ولم تمكن أن يكون مستوى التبادل كما تقدمتم على مستوى راقي جدا، إذا أخذنا بعين الاعتبار الطاقات التي تسخر بها الجزائر وروسيا. طيب، وبالنظر إلى عمق العلاقات الروسية وقدمها، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد في كلمته أمام المشاركين في منتدى الأعمال الجزائري الروسي، وقال إن المنتدى فرصة للإطلاع على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين. إذن البروفيسور كوبي في هذه النقطة، ما تأثير ذلك على تنويع مجالات الشراكة؟ أو أستسمحك البروفيسور كوبي، سأعود لك بالسؤال، وأرحب الآن من موسكو بالمستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية إلينا سوبونينا. أهلا بك معنا. مرحبا بكم. إذن الأستاذة إلينا، بداية، الرئيس الجزائري التقى بالأمس رئيس الوزراء ورئيسة المجلس الفيدرالي ورئيس مجلس الدوما، وقبلها أشرف على أشغال منتدى الأعمال المشترك. هذه الحركية برأيك أي دلالات تحملها؟ نعم، أنا أولا أريد أن أشير إلى أن الاهتمام في وسائل الإعلام الروسية إلى هذه الزيارة هو كبير جدا، وحسب علمي عن الوضع في مراكز التحليل السياسي أيضا هناك كانت تقارير عدة قد تحضرت لمؤسسات الدولة حول العلاقات الثنائية ما بين روسيا والجزائر، فإذن هذا الاهتمام على كل المستويات، فحتى مستوى اللقاءات لرئيس تبون هو خير دليل على ذلك. نعم، أكيد أنه اليوم المفاوضات مع رئيس بوتين هذا كان لابد منه، ولكن هو أيضا التقى برئيس الوزراء سيد ميشوستين، وسيدة متفينكا يعرفها قبل أنها زارت الجزائر، فهناك أيضا كانت لقاءات برجال أعمال بما فيها بما فيهم رئاسة شركة غازبروم، وهي شريك لشركة سوناتراك الجزائرية. فالحديث الآن في روسيا حول عقود مهمة، مثلا اليوم تم إعلان عن توقيع صفقة التعاون في مجال شراء طائرات الإطفاء من روسيا، ولكن كل هذه المفاوضات الآن هي تركز على أمر مهم جدا، وهو تنويع العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين. السؤال كيف ممكن أن نزيد التبادل التجاري الآن، وهو يتشكل بصراحة الآن فضلا أكثر شيء لتصديرات روسيا العسكرية. فالسؤال أنه هناك ضروري لزيادة هذا الحجم ولجذب الاستثمارات المتبادلة. روسيا بحاجة للاستثمار، ولكن الجزائر أيضا بحاجة للاستثمار. طيب الأستاذة إلينا، من المقرر والمتوقع أن يلتقي الرئيسان الجزائري والروسي اليوم، وهذه القمة الثنائية الأولى من نوعها، برأيكم أي مخرجات ستنتج عنها أو ستنتج عنها عفوا؟ أولا أكيد أن رئيس بوتين درس
نتائج اللقاء والمفاوضات ما بين ضيفه الكريم ورئيس الوزراء سيد ميشوستين أمس. فهناك بعض المخرجات وبعض المقترحات، فأكيد أن رئيس بوتين حيرحب بهذه المقترحات. هذا ما يخص الشق الاقتصادي وهو مهم، ولكن هناك الأهمية الكبرى سيولي بها رئيس بوتين بلا شك، وهو التعاون السياسي. فهناك التفاهمات ما بين روسيا والجزائر بشكل كبير. أولا، روسيا ولا مرة ما كانت مستعمرة في القارة الإفريقية ولا في أي دولة، بالمقارنة مع كثير من دول أوروبية. مثلا روسيا الحمد لله ليست لديها هذه الخبرة المؤسفة التاريخية، فمثلا خلافا مع فرنسا. فهذا أيضا يساعد يمكن تعزيز العلاقة السياسية والروحانية ما بين البلدين. فمثلا روسيا الآن ترحب بالشدة العدوية المستقبلية للجزائر في منظمة بريكس. لماذا أقول بهذه القناعة أنه العدوية المستقبلية؟ لأنه أنا لا أشك أنه قريبا الجزائر ستصبح عضوا في منظمة بريكس. نعم، هناك بعض الترتيبات، هذه الترتيبات يمكن سأخذ بعض من الوقت، ولكن حسب ما نعرف في موسكو هناك توافق ما بين دول أعضاء حول هذه العضوية الجزائرية في هذه المنظمة. وهذا يعني أنه اليوم رئيس بوتين سيناقش مع ضيفه أيضا موضوع التعاون الشامل ما بين روسيا والجزائر، ما بين الصين وبرازيل ودول أخرى، مثلا جمهورية جنوبية إفريقية، خاصة أنه اليوم أيضا الوفد من الاتحاد الأفريقي هو موجود الآن في موسكو وفي مدينة سان بيتربورغ، وسيشارك في المنتدى في سان بيتربورغ. هذا يعني أن لابد من التنسيق ما بين كل من روسيا والجزائر ودول أخرى في هذا المجال. طيب الأستاذة إلينا، إذا الرئيس الجزائري خلال كلمته أمام المشاركين في منتدى الأعمال الجزائري الروسي شدد على أن المنتدى فرصة للإطلاع على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين، برأيك ما تأثير ذلك على تنويع مجالات الشراكة بين البلدين؟ نعم، الآن رجال الأعمال الروس عبروا عن استعدادهم بالاستثمار في الجزائر. هذا أعرفه بدقة لأنني تكلمت مع بعض هؤلاء رجال الأعمال في هذه الأيام. الأمر المسهل أيضا هو توقيع بضعة وثائق الآن حتى خلال هذه الزيارة، ومنها وثائق تقدم ضمانات قانونية للاستثمار، وهناك أيضا وثيقة حماية الاستثمارات المالية. فنعم، الضمانات هي مهمة، خاصة أنه نعرف دول الغرب ما زالت تمارس الضغوطات على الطرفين، فهذه الضمانات هي جزء من العمل المستقبلي وجزء من تعزيز هذا التعاون. واليوم حسب ما سمعنا وحسب ما نعرف، تم افتتاح تمثال مهم في وسط موسكو في العاصمة الروسية، وهو تمثال للأمير عبد القادر. الرئيس تبون شخصيا شارك في هذه المراسيم. لماذا أنا ذكرت هذا الأمر؟ لأنني أعتقد بأنه روح هذا الماضي ومثال أمير عبد القادر هو مثال الاستقلالية الجزائرية، وهذه الاستقلالية هي ضرورية جدا للحفاظ على النهج المستقل للجزائر، خاصة الآن وقت تضغط دول الغرب على كل من روسيا والجزائر ودول أخرى.
طيب الأستاذة إلينا، نبقى دائما في تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال هذه الزيارة إلى موسكو، قال إن بلاده انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الروس في هذا البرنامج؟ نعم أكيد، هذا يعني أن التركيز على العلاقات الثنائية ما بين البلدين. لن أخفي عليكم بأن تصدرات الجزائر لروسيا هي لحتى الآن محدودة، وأكثر شيء هي مواد زراعية. الآن يتم البحث عن تنويع هذه القائمة، قائمة البضائع الجزائرية ممكن أن تأتي الآن إلى روسيا، و هذا ممكن جدا لأنه الآن نرى أمثلة متعددة مع دول أخرى كيف تصحح هذا الأمر، بالإضافة إلى أن هناك برامج مصرفية ومالية واستثمارية في منظمات بريكس، فالتعاون مع روسيا بالنسبة للجزائر هو يعني توسيع التعاون العام أيضا مع دول أعضاء في منظمة بريكس. الآن التفاهم ما بين روسيا والصين هو كبير، والتفاهم ما بين روسيا وبرازيل وجنوب أفريقيا كل هذا مهم للغاية برأيي. فإذا الهدف الأساسي الآن في المستقبل القريب هو زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي على أقل شيء. أما موضوع التعاون العسكري فهون أنا لا أشك بأي لحظة أنه هناك ستكون عقود جديدة حتى من خلال هذه الزيارة حيتم إعلان عنها. طيب الأستاذة إلينا، ابقي معنا الأستاذة إلينا. إذن في هذه النقطة الأستاذة إلينا كانت تتحدث عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والرئيس الجزائري كان قد أدرج في أولوياته مراجعة المنظومة القانونية للاستثمار، برأيك أي رسائل يحملها هذا التعديل للمستثمرين؟ رسائل هي أكثر ثقة، أكثر شفافية، وأكثر ضمان للتدفقات الاستثمارية. لذا فإن التعديلات التي أقيمت على المستوى القانوني وعلى المستوى المؤسساتي من أجل جعل مناخ الاستثمار في الجزائر أكثر استقطاب تعد من بين الأمور الأساسية التي ستسهل للمستثمرين الجزائريين أولا، وأيضا للمستثمرين الأجانب روس كانوا أو من جنسيات أخرى، تعطي لهم أمان أكثر وتجعل مؤشرات إيجابية، لأن ببساطة رأس المال جبان ولا يذهب إلا إلى الملاذات التي يكون فيها استقرار والتي يكون فيها مردودية أحسن. إذن الآن أقول بأن تربة الاستثمار قد تم تحسينها بشكل كبير إذا قارنا من قبل. الآن ينبغي وضع البذور من أجل في المستقبل حصد ثمار هذا العمل مع شركاء. كانت الأستاذة من روسيا تتكلم، نعم. إذن سواء مع الروس أو صينيين أو دول مختلفة التي تود الاستثمار في الجزائر. لذا فإن عمليات الشراكة أو النتائج أو الأرقام تبين ديناميكية العمل الاقتصادي في أي بلد، وأعتقد أننا إذا كان فيه عمل أكثر واستثمارات أكثر فإن حجم التبادلات سيكون أحسن في المستقبل. طيب وآخر دورة للبروفيسور كوبي للجنة المشتركة بين البلدين شددت على ترقية فرص الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى أي مدى يمكن تجسيد ذلك في أرض الواقع؟ أنا الكرة في ميدان المتعاملين الاقتصاديين جزائريين أو روسيين، كرة أيضا في يد المؤسسات المالية حتى تكون أكثر مرونة وأكثر استجابة لمنطق السوق، الكرة أيضا لدى الإدارة في الجزائر لأن تكون أكثر سرعة حتى نعمل وفق قواعد الموجودة في العالم. كان السيد بوتين أكد أن التنافسية والتنافسية فقط هي التي تمكن لأي اقتصاد من أن يكون قوي. لدي إذا أردنا أن نتكلم نفس الكلام أو نفس المفاهيم فعلينا أن نعمل على أن تكون منطق الأسواق ومنطق التنافسية ومنطق السرعة في المستقبل هو المنطق الذي يتكلمه المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والروسيين. غير ذلك بالنسبة لميدان البحث العلمي
فإن إمكانيات كبيرة سيمكن أن تجسد عن طريق شراكة ما بين الجامعات الجزائرية خاصة في مجال الرياضيات ومجال الرقمنة ومجال البحث في مجال الكمبيوتر وما وغير ذلك، لأن طيب في هذا المجال يمكن أن نستفيد من تجربة الروسية. طيب الأستاذة إيلينا، أبقى معك في ذات النقطة بخصوص تشريد البلدين على ترقية فرص الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى أي مدى برأيك يمكن تجسيد ذلك في الواقع؟ أنا أتفق مع الأستاذ أنه هذه الأهداف هي ممكن تحقيقها وشيء مهم وإيجابي الآن أن هناك الإرادة السياسية من أجل تحقيق هذه الأهداف، وهذه الإرادة السياسية هي موجودة من قبل الطرفين. مثلا عندما كنت بقرأ دائما في السنوات الأخيرة تحاليل غربية حول الوضع في إفريقيا وفي الجزائر وحول تعاون هذه الدول بما فيها الجزائر مع روسيا، كنت أجدهم يشيرون إلى أن هناك منافسة ما بين روسيا والجزائر في مجال تصدرات الغاز والنفط. فالحكم السياسي الآن من قبل الرئيسين أنه استطاع أن يتغلب على هذا الأمر، و أكيد أنه هلا ستنوجد فرص كثيرة. مثلا شركات روسية، حتى شركة غازبروم الروسية أو شركة لوكويل النفطية أو روسنيفت، هذه الشركات مثلا ممكن أن تستثمر في مجال تكرير النفط وإنتاج مشتقاته في الجزائر، لماذا لا؟ على أقل أنا سمعت هذه المقترحات من قبل رجال أعمال روس. فأنا برأيي بهذه الحالة أهم شيء أنه توجد إرادة سياسية، اللجنة قد تشكلت، الأمور تمت مناقشتها الآن على مستوى رئيس الوزراء الروسي، وهو ناقش هذا الموضوع أمس مع رئيس تبون. فعندما توجد الإرادة السياسية فلن تكون هناك عوائق كبيرة برأيي. طيب الأستاذة إيلينا، لو نتحدث عن مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، برأيك ما هي أهم القطاعات الواغدة لزيادة حجم التجارة بين موسكو والجزائر؟ على كل إن هذا التغيير ما سيأتي بسرعة، فالتركيز على مجال التعاون العسكري هو سيستمر، وهذا ليس سيء. نحن نتكلم عن إضافة فرص أخرى لهذا المجال المهم. مثل ما أشرت قبل، أنا أعرف أنه سيتم إعلان عن عقود عسكرية مهمة، يمكن ليس بنفس الحجم كما كانت تتكلم عنها وسائل الإعلام، ولكن حجم هذه العقود سيكون كبير، وليس كلها ممكن أن يتم إعلانها الآن لأنه توجد أشياء سرية لابد من هذا الشيء. وفي باقي المجالات الأستاذة إيلينا، هي ستكون زراعة، فرص جديدة ستكون زراعة أسمدة، مجال تكرير النفط، وأيضا التعاون في التنسيق على أسعار النفط والغاز بشكل أكثر في إطار منظمة أوبك بلاس، وأيضا في إطار منظمة منتجي الغاز، هذا أيضا مهم. إذا أوبك بلاس كانت نشطة في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة، هناك نحن بحاجة يمكن لإنعاش نشاط منظمة أو مؤتمر مصدري للغاز الجزائر وروسيا من دول مؤسسة لهذا المنتدى المهم، ولكن نحن بحاجة لنشاط أكثر برأيي في هذا المجال. موضوع الأسمدة هو مهم للغاية، بالإضافة للتعاون المشترك الدولي في إطار منظمة بريكس. طيب شكرا لك من موسكو المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية إيلينا سوبونينا على المشاركة معنا في هذه الفترة من التغطية المستمرة لهذا الحدث الذي وصف بتاريخه من قبل نائب الوزراء الروس. إذن أعود إليك البروفيسور محفوظ كوبي، نتحدث دائما عن حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا والجزائر، برأيك ما الذي ستستفيده الجزائر من الاستثمار الروسي في مختلف المجالات؟
ما هو مطلوب؟ هو أن تكون فيه تدفقات استثمارية روسية في الجزائر. الاستفادة هو اندماج أكثر في الجزائر وتحويل مواد أولية موجودة في الجزائر أصلاً، خلق مراصب عمل أكثر وتنافسية أكثر للاقتصاد الوطني، هذا ما تتمناه الجزائر. إذن الجزائر هدفها من خلال التعاون مع روسيا ومع الدول الأخرى في إطار السياسة البراغماتية الحالية هي الذهاب إلى تنويع مجالات الاقتصاد، عدم البقاء فقط في مستوى المحروقات رغم أهميته، ولكن أيضا في المجال البترولي والغازي أن تكون فيه عمليات استثمار وقيام بعمليات لتكرير وتحويل المواد البتروكيماوية، وهذا أمر هيكلي وأساسي. المجال المنجمي أيضا مجال كبير للاستثمارات، عادي جدا أن تكون مشاريع سواء غار جبيلات أو الونزة أو غيرها محل استثمارات روسية أو صينية أكثر في المستقبل. في مجال الهياكل القاعدية أيضا من المفروض أن عملية إنجاز السكة الحديدية أو مشاريع الكبرى المهيكلة أن تستقطب استثمارات أكثر وتدفقات مالية مرفوقة، خاصة الجزائر ما هو مهم هي أن يكون فيه تحويل للخبرة وتحويل للتكنولوجيا، لأن عملية الشراكة رابح لا تتم فقط عن طريق البيع والشراء. لذا فإن هذه ما هي الشراكة بل هي عملية بيع وشراء. الأمر الأساسي، أمر الأساسي والمرغوب، وأظن أننا في هذه السكة، حتى روسيا من خلال هدفها الدخول إلى السوق الإفريقي السوق الواعد ليس عن طريق عملية البيع، لأن ببساطة التكلفة والتنافسية لن تمكنها من ذلك، بل ستمر حتما مثلها مثل الصين عن طريق إقامة استثمارات في الدول الإفريقية. مرة أخرى أؤكد على أن الجزائر، وهذا ليس كلام فقط أو عبارات، مؤهلات الجزائر الموضوعية من ناحية الأمن والاستقرار والضمانات على المستوى القانوني وأيضا على المؤهلات على المستوى الفعلي الاقتصادي من ناحية البنى التحتية من ناحية القوى البشرية ودرجة تأهيل العامل البشري في الجزائر، تمنح لروسيا ولدول أخرى فرصة إقامة شراكات ومعامل في الجزائر حتى يتم العمل معا من أجل تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني من جهة، ولكن أيضا الحصول على مواد تنافسية تسوق في إفريقيا من خلال السوق الحر الإفريقي الذي يفرض ضرورة وجود نسبة اندماج بنسبة 40% حتى يمكن التسويق بالمزايا. وبالتالي فإن الآن عنوان التعاون الجزائري الروسي ليس فقط تجاري ولا يجب أن يقف فقط عند الأرقام، لأن الأرقام تعكس الماضي. ما نود أن يكون هو أن حجم التبادل وخلق المشاريع المشتركة على مستوى نفس مستوى التفاهم الموجود على المستوى السياسي أن يكون وليد الواقع، وأن تشهد نسبة أو أرقام المستقبلية أحجام فيها زيادة هندسية وليس فقط زيادة جبرية كما حصل وفي مع الصين ومع دول أخرى، وهو السبيل الوحيد لأن نخلق نمو حقيقي تستفيد منه البلدين على المدى البعيد ويستطيع أن يقاوم منطق الأسواق الغربية. طيب، نرحب الآن من باريس بالأستاذ إسماعيل خلفالله المحلل السياسي، أهلا بك معنا. مرحبا أستاذ. إذن الأستاذ خلفالله، بداية، الرئيس الجزائري التقى بالأمس رئيس الوزراء ورئيسة المجلس الفيدرالي ورئيس المجلس أو مجلس الدوما، وقبلها كان أشرف على أشغال منتدى الأعمال المشترك. برأيك هذه الحركية أي دلالات تحملها؟
هو من المنتظر أن هذه الزيارة كانت تحمل هذه الزوايا، كل هذه الزوايا، وخاصة عندما نأتي التأكيد الذي كان أو الرسائل التي كانت تؤكد في كل زيارة لمسؤول روسي، بداية من وزير الخارجية الروسي عندما زار الجزائر العاصمة، وبعدها تلته شخصيات روسية أخرى، كانت تؤكد على أو تؤكد دعوة الرئيس الروسي للرئيس الجزائري، وهذا يعني يعطي التأكيد على أهمية هذه الزيارة وأهمية ما تحمله من مضامين. فهذه الاتفاقيات التي سوف يتم التوقيع عنها في هذه الزيارة، من الواضح جدا أنها تؤكد هذا التوافق وهذه الشراكة المبنية على الثقة وعلى التعاون وعلى الاستقلالية في استقلالية القرار، كما تؤكده أن وهذا ربما الذي حاولت بعض الجهات على أن الجزائر أو هذه حاولت التشويش على هذه الزيارة منذ البداية، في عندما تم تأجيلها عدة مرات، والتأجيل في اعتقادنا أنه موضوعي لما يعني هذه المستجدات التي تحدث يوميا، ولاحظنا حتى أن هناك زيارات في دول أخرى، زيارات عواصم أخرى لا تشهد ما تشهده الأحداث فيما تتعلق بالعلاقات الروسية ومحيطها الخارجي، فمع هذا قد تأجلت. دليل على ذلك مثلا زيارة العاهل البريطاني عندما كانت مبرمجة في نهاية مارس الماضي إلى باريس، قد تم تأجيلها، والتأجيل كان واضحا على ما تعيشه فرنسا حينها من مظاهرات ومن احتجاجات تجاه قانون التقاعد. إذن فهذه هذا التأجيل ربما نفخت فيه بعض الجهات على أنه نوع من الضغط، يمارس ضغط غربي يمارس ضد الجزائر، وربما حتى هناك من بدأ يسوق على أن موسكو لا تهتم بالعلاقات الجزائرية، وهذا طيب. في الحقيقة كله كان خارج الإطار. طيب الأستاذ خلف الله، من خلال هذه الزيارة من المقرر أن يلتقي الرئيسان الجزائري والروسي اليوم بالكريملين، برأيك هذه القمة الثنائية الأولى من نوعها أي مخرجات ستنتج عنها؟ في اعتقادي أن المخرج أول مخرج أو أول ما يتم التوافق حوله هو أنه يجب أن ترفع الشراكة إلى مستوى هذا التوافق. إذا كيف نفسر أن هذا التوافق، وحتى أن إن سميناها اتهام هكذا، دائما تتهم الجزائر على أنها حليفة لروسيا، هذا الحلف ألا يمكن أن يكون في مستوى هذا الحلف، وخاصة في الجانب الاقتصادي؟ احنا نتكلم على الجانب الاقتصادي الذي اليوم الجزائر في سياستها الجديدة طيب. تطمح الأستاذ إسماعيل خلف الله، فقط الجزائر في السياسة الخارجية ليست حليفة لروسيا وليست حليفة لأي دولة أخرى، فقط هناك تبادل تجاري أو حتى تعاون بين البلدين. يا أستاذة هاني جاي يا أستاذة هني جاي في الكلام، أنا أقول لك يعني إذا كان هذا اتهام، أنا قلت اتهام هذا المصطلح، هو أنها تتهم على أنها حليفة لروسيا، وهذا الاتهام حقيقة هي الجزائر تبني شراكاتها باستقلالية، هي شراكات مع الشرق ومع الغرب، واضحة الاتفاقيات المبرمة خاصة في العهد في السياسة الجديدة التي تنتهجها الجزائر. أقول بأن هذه الشراكة سوف يعني تفتح الباب، أو هذه الاتفاقيات التي سوف تبرم يعني تفتح الباب لهذا الطموح الجزائري بالدرجة الأولى، والطموح الروسي من جانب آخر، لأن كلا الطرفين يحتاج لطرف الآخر. عندما نتكلم الجزائر اليوم طموحها أنها تنتمي إلى هذا المنظومة، منظومة البريكس، والجزائر تنتظر من موسكو دعم قوي، ليس كلام فقط وشعارات وترحيب فقط، بل تنتظر يعني ملموس أن دعم حقيقي في أن تدخل الجزائر ضمن هذه المجموعة، لأننا الجزائر اليوم تتطلع في سياستها الجديدة أنها تتخلص من هذه الاقتصاد الريعي الذي ما زالت يعني
الاقتصاد مرتهن للموارد النفط، والواضح أن هذا الثمار بدأ يظهر من خلال هذا الرقم 8 مليار خارج طيب المحروقات والجزائر. طيب الأستاذ خلف الله، الأستاذ خلف الله، ما الذي يعنيه الجزائر في البريكس؟ نعم، دلالات كثيرة. إذا قلنا أن البريكس اليوم أنها كما يصوره المحللون الاقتصاديون، وهذا تصوير صحيح في حقيقة، أنه قطب اقتصادي جديد، وأنه ينافس، أنه يدخل في المنافسة، منافسة المنظومة البترودولار، يدخل في منافسة المنافسة السويفت التي كانت أحد أساليب العقوبات التي مورست ضد موسكو. إذن فهذه المجموعة الاقتصادية التي تجمع بدول لها من الثقة الاقتصادي ما لها، الجزائر إذا انتمت إلى هذه المجموعة سوف يكون لها دافع قوي وفتح باب أمام منافسة، لأن الجزائر اليوم تملك هذه المؤهلات، وهذا ما يلمسه أعضاء البريكس في الجزائر. الجزائر تمتلك هذه المؤهلات الاقتصادية والانطلاقة القوية في على مستوى، ليس على مستوى الطاقة فقط بل على المستويات. عندما نتكلم اليوم الاتفاقيات التي سوف تبرم، نتكلم على الفضاء. إذن فهناك تطلع وطموح قوي من أن الجزائر سوف تواكب. نعلم بأن القضية ليست بالبساطة، ولكن المؤهلات التي تملكها الجزائر والأرضية التي هي المبنية اليوم، والسياسة التي بدأت حقيقة من خلال قانون الاستثمار الجديد، من خلال هذه السياسة المفتوحة، من خلال تنويع الشريك الاقتصادي، في اعتقادي كلها معايير لأن تكون الجزائر رقما داخل هذه الكتلة. طيب البروفيسور كاوبي، ربما نظرتك ورؤيتك بخصوص انضمام الجزائر إلى البريكس وفيما تحدث فيه الآن الأستاذ خلف الله. على كل، البريكس يمنح فرص جديدة لدول نامية، والجزائر لها فرصة من أن تستفيد من محيط عالمي على المستوى الاقتصادي والسياسي متعدد بخلاف ما كان عليه الحال من قبل. قل بأن هيمنة الأسواق المالية والصعوبة في الحصول على التمويلات، وفي الكثير من الأحيان إملاءات سياسية تصطحب عملية الاستثمار على المستوى الاقتصادي، كلها كانت ظروف تجعل من عملية التنمية أصعب مما هو عليه الحال، مما سيكون عليه الحال في المستقبل، بما أن مجموعة البريكس يمكن أن تعطي أحسن فرص من أجل الحصول على شراكات تصطحبها نقل للتكنولوجيا وللتحكم مع المستوى التقني، وهو أمر ضروري لإحداث عملية التنمية، لأن من قبل المنطق الغربي فيه شح أكثر على مستوى عملية تحويل التكنولوجيا. ويمكن لمجموعة البريكس أن من خلال مؤسساتها المالية، بنك التنمية للبريكس الذي ممكن جداً أن يرافقه العديد من المؤسسات المالية في المستقبل، يمكن أن تسهل عملية تمويل المشاريع الكبرى الذي يعتبر هاجس، خاصة في المرحلة الحالية التي تتسم بشح الموارد المالية، والتي تتسم أيضا بزيادة نسب الفائدة وصعوبة الشروط من أجل الحصول على التمويلات. إذن مجموعة البريكس لن تكون بالحل بمثابة الحل السحري، يجب أن نكون طوباويين أو ساذجين في عملية التحليل، ولكن الآن ما نقول أن فيه عملية تحول على المستوى العالمي، على المستوى الاستراتيجي، عملية ضبط التوازنات وفق القوة الحقيقية لبلدان جديدة من بينها 5 دول التي تشكل البريكس، والتي تناضل عبر المجموعة لمبادئ هي وقيم
أكثر عدالة مما ترافع عليه المؤسسات المالية لبريتن وودز اللي للأسف فشلت إلى حد بعيد في مرافقة العديد من الدول في خلق التنمية. لذا فإننا نقول المحورين الأساسيين الذي يجب التركيز عليهما، يجب أن نعد العدة ونعد المشاريع ونعد عملية الامتياز وتأهيل محيطنا من أجل استقطاب استثمارات ترافقها عملية تحويل التكنولوجيا من أجل زيادة تنافسية اقتصادنا، وأيضا حسن الحوكمة من أجل حسن التصرف بالأموال التي يمكن أن نستفيد بها من عملية تمويل المشاريع حتى تكون عندنا مشروعية أكثر مع المتعاملين الكبار على المستوى العالمي، لأن نكون الند للند ونكون شركاء حقيقيين وفاعلين حقيقيين على المستوى الاقتصادي. ولكي نكون بهذا الشكل يجب أن نكون على مستوى كبير من الامتياز في سن الخطط وحسن تسيير الموارد. طيب إذا الأستاذ بن خلف الله، نحن اليوم أمام عملية تحول جديدة والدخول في نواة عالم متعدد الأقطاب وعالم اقتصادي جديد، برأيك ما الذي يعنيه ذلك؟ إذا كنا نتكلم على هذا العالم المتعدد الأقطاب، إذا كانت البريكس لا تمثل هذا القطب، فما هي هذه الأقطاب؟ أنا أعتقد أن دخول الجزائر وطموحها والترحيب الذي لاقته منذ البداية هو هذا الترحيب، لم يأتي هكذا تعاطفا، وهؤلاء يعلمون بأن الجزائر تملك هذه الإمكانيات، هذه الحقيقة، حتى نرد على هؤلاء الذين ربما يستهزئون يقولون ماذا يساوي اقتصاد الجزائر مع الاقتصاديات داخل منظومة البريكس. الجزائر لها الإمكانيات، وهذه الإمكانيات كانت مكبلة وكانت مخنوقة، كانت هذه الجهود والطاقة كانت كامنة، طاقة كامنة سوف تتحرك، سوف تنفجر هذه الطاقة، هذه الإمكانيات، هذه القارة التي تملك من مختلف الثروات. وبالتالي فهذا هو السر في الترحيب بالجزائر. ثم نضيف إلى ذلك بأن الجزائر ما تملكه من موقع سياسي داخل المنظومة الدولية. اليوم الجزائر ينظر عليها أنها أحد الأقطاب التي ينظر إلى دبلوماسيتها في نزاعات عديدة على أنها رقم من أرقام الحل. والواضح أن هذا أيضا يجب أن ينظر إلى هذه النقطة. فعندما نقول الجزائر لا تحسب على الجهة الشرقية أو على الجهة الغربية ولها قرار مستقل، نقول بأن هذه الضريبة التي تواجهها الجزائر في كل مرة، وربما حتى تتهم بأنها تخضع لجهة على جهة وكذا، لكن هذه الاستقلالية أعطتها هذه القيمة. والواضح أن حتى المسؤولين داخل مجموعة البريكس يعلمون بأن الاقتصاد الجزائري ما زال يحتاج دعم قوي، وهذا الدعم الذي لم يجده في شراكات سابقة. كانت هناك الجزائر كان يراد لها أن تبقى سوق مفتوحة فقط، لا يمكن لها أن تنقل لها التكنولوجيا، لا يمكن لها أن تتطلع أن تصبح منطقة صناعات حديثة، وهذا الذي ننتظره من هذه المجموعة، مجموعة البريكس، التي سوف تفتح الباب أمام الجزائر أن تكون لها مثل هذه المشاريع. نتكلم إذا كنا نتكلم على الفضاء، نتكلم على التكنولوجيا، على الرقمنة، اليوم ما يسمى بهذا الحرب السيبرانية، الجزائر اليوم تدخل في هذا العالم. وأعتقد أن الشراكة الجزائرية الروسية أو روسيا بالأخص لها باع في هذا الجانب. إذن فالدخول هذا الطموح مبني على معايير، أولا معايير اقتصادية واضحة، وثم أيضا على المكتسبات التي اكتسبتها الجزائر في سياستها الجديدة والتي أعطتها قيمة قوية، خاصة استقلال القرار. وأعود نرجع للمصطلح اللي تكلمت على قضية أنها حلف للجهة دون جهة، وهذا القرار أو الاستقلالية القرار
هو من جعل الجزائر أو أنها أصبحت نقطة استقطاب لمجموعة البريكس. ثم أيضا عندما نتكلم على طريق الحرير، طريق الحرير أعتقد أن الجزائر تمثل فيه نقطة مفصلية تجمع بين الشمال والجنوب، تجمع بين القارة الأوروبية، بين القارة الإفريقية، بين حتى مجموعة المحيط الأطلسي وإفريقيا وأمريكا. وبالتالي فهذه كل هذه المكتسبات التي تمتلكها الجزائر هي اليوم يعني مكانها مرحب به داخل هذه المجموعة، بدون أن نقول بأن الجزائر أيضا لها هذا الكم من الطاقة البشرية التي سوف نجدها. الطاقات الجزائرية موجودة في كل مكان، موجودة في أوروبا. إذن فأعتقد أنه إذا فتحت لها الأبواب الطاقة الجزائرية الموجودة في الخارج فسوف تقدم إضافة قوية للاقتصاد الجزائري. طيب البروفيسور كاوبي، إذا الجزائر شريك مهم لروسيا اقتصاديا وثاني شريك اقتصادي في إفريقيا بالرغم من محدودية قطاعات التعاون حاليا وحجم التبادل في حدود 3 ملايير، إذا برأيك البروفيسور كاوبي ما السقف المتوقع في حال تنويع الشراكة بين البلدين؟ هو حجم الشراكة ما بين البلدين يعكس مدى قوة الاستثمارات الموجودة وما بين البلدين وقوة كل بلد على المستوى الاقتصادي. إذن حجم التبادلات لا يفرض من أعلى، بل هو ناتج عن تنافسية اقتصاد. لذا فإن عملية تحويل الاقتصاد وعملية تنويع الاقتصاد هي وحدها الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى تبادل أكثر. لأن الآن بصراحة الجزائر تعتبر الشريك 45 لروسيا، معنى أن 44 دولة قبلنا، وروسيا تشكل الشريك 25 للجزائر. لذا كما تفضلت من قبل المستوى الحالي بعيد عن الإمكانيات. الأمر الذي يؤدي بنا أن نقول موضوعيا بأن العمل الكبير ينتظر البلدين، عمل على أرضية الميدان من أجل إنشاء مؤسسات في مختلف مجالات الاقتصادية. وببساطة في الجزائر تمنح هذه الفرص. لما نأخذ على المستوى السياحي مثلا، عمل كبير يمكن أن يؤسس. على المستوى الصناعي الكثير يمكن أن ينجز مستقبلا. بعد ذلك طبيعي أن لما يكون فيه منتجات أكثر. على المستوى الفلاحي الجزائر تعمل على أمنها الغذائي. روسيا تعتبر البلد من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للحبوب بمختلفها. إذن التعاون يمكن أن يكون في هذا الأساس. بعد ذلك فإن حجم التبادلات سواء البينية بين البلدين أو حجم التبادلات الناتجة عن المشاريع المشتركة مع دول أخرى سيعكس ديناميكية العمل الاقتصادي الحقيقي على أرضية الميدان. لذا فإن الآن لما كنا نتكلم على براغماتيا، براغماتيا تعتمد على معايير واقعية، والتجربة الروسية في بناء اقتصاد قوي. لأن ما جعل روسيا تقاوم الحصار الرهيب الذي فرض عليها في المرحلة الماضية إن لم يكن درجة قوة اقتصادها التي في الكثير من الأحيان كان يعاب عليه من قبل المؤسسات المالية الغربية ويقول بأنه اقتصاد هش. ولكن عملية بناء اقتصاد تمر عبر التضحية والعمل الكثير. لذا فإن الآن ما عملناه كبلدين وما عملته الجزائر على ضبط المنظومة القانونية وتحسين مناخ الاستثمار يجب أن يستمر بعلم الأكثر في المستقبل. والآن أعيد وأقول بأن الفاعلين الاقتصاديين من مؤسسات ومؤسسات مالية يجب أن تعمل أكثر على أرضية الميدان حتى يكون حجم الاستثمارات أكثر، حتى يكون إنتاج أكثر، وحتى تكون تنافسية. بعد ذلك الأرقام ستتبع ببساطة.